لأن أغلبية يعني مسلمون، أغلبية مسلمون أويغور في تركستان. الصين رغم محاولتهم لتسيين هوية هذه البلاد، لكن حتى الآن يعني كان قبل الاحتلال 6% صينيون. المستوطنون الصينيون قبل الاحتلال عام 1949 كان 6%، تخيلوا الآن أصبح 41%. هذه يعني هذا الإحصاء يعني موجود في مواقع الصين. حسبنا الله. نعم هكذا. ماذا يعني لهذا السبب يخشون من مسلمي الإيغور ومن نعم. أهل تركستان الشرقية. نعم. قصدي أقصد أن شعب تركستان الشرقية يعني إسلامية الأغلبية، الأغلبية مسلمون، فلذلك يعني هذا الحرب يعني هذه الحرب الحرب على الإسلام كان على الهوية الإسلامية وعلى المسلمين وعلى القيم الإسلامية بالفعل. نعم.